قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال أهل المغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، وبلد الولاية والولاية أرض تنبت الصلاح كما تنبت الكلأ، لا يقرأ تاريخها إلا بمنطق الحكمة والعرفان والدين والإيمان والإحسان. هكذا فافهم الكلام، وإلا فاترك الحق عند شيخ فقيه. دزان الأقرب منكم في رمضان. دزان تجمعنا. رمضان كريم.